الوضع الاجتماعي في كثير من الدول العربية. احنا الدول العربية والاسلامية بصفة عامة البنيان الرئيسي بتاعها بيقوم على الاسرة. الاسرة هي عماد للدولة ايا كان. للأسف الشديد الاسر العربية اصابها عطب وخلل خطير جدا. نسبة الطلاق وصلت في بعض الدول الى ارقام فلكية من غير محدد. انشغال رب الاسرة والام بالعمل وترك الاولاد دون رعاية ودون رقابة بتدي فرصة كبيرة جدا لانحراف هذا الشباب، اما في ادمان مخدرات اما في الانتماء لتنظيمات ارهابية. المهم انعدام الرقابة وتفكك الاسرة نتيجة هذه الظروف الاجتماعية التي لم يفكر احد في علاجها بيكون سبب رئيسي في وجود منظمة او سهولة للقائمين على المنظمات الارهابية انهم يجلدوا من هذا الشباب. النظام التعليمي في المنطقة العربية بلا استثناء عامل رئيسي في نشر فكر الارهاب من خلال جزئية يعني غافلة عن كثيرين من المهتمين بهذه القضية. الا وهي انه نظم التعليم زي ما انا بسميها بتفرض على الدارسين انعدام فكرة انه يعمل العقل. بيطلب منه برنامج حدد لازم يحفظه ويعمله زي ما هو موجود دون ان يعمل عقله دون ان يكون له رأي اخر. هذا النظام التعليمي بيدي فرصة الى انه كل واحد متشبث برأيه، فالمنظمات الارهابية بتتشبث برأيها لانهم اتربوا على فكرة رفض الاخر ورفض الاراء الاخرى بالكامل. فانا بتهم النظام التعليمي في كل الدول العربية بلا استثناء بانه عامل من عوامل نشر. انا بدي لك امثلة للمحاور الستة بس في يعني لو اقعد اكلمك على كل محور وما يجب ان يكون عاوز مثلا 10-12 ساعة. لما انا بدي لك امثلة ان المحاور اللي انا ذكرتها لك الستة كل محور منهم له دور. عندنا مثلا في مصر وزارة الثقافة عندها قصور ثقافة بمئات ان لم يكن بالاف. للأسف ان دورها سطحي جدا مع انها يجب ان تكون بدور مهم جدا في معالجة هذه القضية. واحنا عملنا ده فعلا بعد مقتل السادات في 81. عندك مثلا وزارة الشباب الساحات الشعبية اغلقت. اللي كان في عندنا الاف الساحات الشعبية اللي تستقبل الشباب عشان نزاول الرياضة اللي هي احد الاسباب في شغل فراغ الشباب حتى لا يكون لقمة سائغة للمنظمات الارهابية وهكذا. دي امثلة للمحاور الستة اللي انا كلمت حضرتك. وكلام حضرتك يعني الحقيقة انا اشكرك لانه تحليل واسع شامل في الدقائق القليلة اللي اتكلمنا فيها للأسباب اللي تؤدي لإنتاج الإرهابي في النهاية. طيب في دقائق قليلة إذا كان حضرتك تقدر تقول لنا إذا كان ممكن نعمل حل سريع شورت تيرم يعني بسرعة واللونج تيرم، إيه الحل اللي ممكن مفروض كل البلاد العربية والغربية تتنبه ليه الآن لمكافحة الإرهاب؟ الغربية حاليا ما اقدرش اعتمد على التعاون معها بحل الاحوال. لا يعني حد مثلا لحضرتك مين ما يعرفش من اي دولة من الدول الغربية او امريكا ان تركيا فيها اكتر من 1500 من الهاربين من العدالة في كثير من الدول العربية وخاصة مصر. مين من دول العالم اللي ما يعرفش ان قطر بتبعت كميات من السلاح الى ليبيا كميات ونوعيات غير مسبوقة. صحيح. هل في دول في العالم ما يعرفوش دول؟ فين الحصار اللي ممكن يتعمل عشان يمنع البواخر اللي بتودي السلاح لليبيا
التعاون مع الدول الغربية والأوروبية أنا بشوفه غير في جدوى في هذا المرحلة. إنما الدول العربية لو عملت المجالس القومية لمكافحة الإرهاب وبقى في تعاون صح ودراسة علمية سليمة لمواجهة الإرهاب، وأكد لك إنه سيقضي على الإرهاب في المنطقة في وقت قليل جدا، مع مش هيوصل لعشرات السنين زي ما أنا متوقع حاليا، لا ممكن ياخد سنة ممكن ياخد سنتين على أكثر تقدير. سيادة اللواء فؤاد علام أشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المكالمة والمعلومات الرائعة، وخاصة الخبر الجيد اللي حضرتك اديته لنا في البداية، شكرا جزيلا. أنا تحت أمرك يا دكتور، تحت أمرك، وأهلا وسهلا. أهلا بك، شكرا.